السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات في برنامج التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعدنا أن نلتقي معكم اليوم في المحاضرة الأولى من مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، ونأسف في التأخير لأنه كانت المشكلة في النظام. يعني طبعا أنا أرسلت لكم الآن، يعني ممكن تبدأوا تدخلوا على المنتدى. الحمد لله أرسلت لكم المقرر الآن على المنتدى المناقشات، يعني اللي يدخل الآن على منتدى المناقشات هيجد المذكرة، ممكن يحملها الآن. أرسلت لكم المذكرة الآن. طبعا حضرات، المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية على طلاب المستوى الثامن، يعني إن شاء الله خريجين، نقول يعني شهرين كده وتكونوا خريجين إن شاء الله وتشغلوا مناصب إن شاء الله تناسبكم. أهداف هذا المقرر حضرات إن الطالب يعرف الإطار الفكري للمحاسبة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. طبعا المقصود بالمؤسسات المالية الإسلامية اللي هي شركات التأمين والمصارف أو البنوك. تركيزنا حضرات طبعا هيبقى على جانب المصارف أو جانب البنوك. فالهدف الأول هو معرفة الإطار الفكري للمحاسبة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. طبعا الإطار الفكري حضرات والجانب المحاسبي اللي هو المحاسبة المالية، اللي هو الجزء اللي خاص بعملية التسجيل القيود اليومية، الترحيل إلى دفتر الأستاذ، وعملية التسويات وإعداد الحسابات الختامية. فإن شاء الله بإذن الله هي تعتبر مادة تقدير إن شاء الله على الجميع، ومادة هي امتداد لمحاسبة واحد اللي انتم خدتوها ومحاسبة اثنين وبدايات المحاسبة، إلا أنها هي تطبق في المصارف الإسلامية. تمام؟ فالهدف من المقرر أيضا معرفة العمل المؤسسي المهني للمحاسبة عن عمليات في المؤسسات المالية الإسلامية، اللي هو العمل كمحاسب في البنوك الإسلامية. معرفة الخصائص المميزة للمجموعة المستندية، المجموعة المستندية في المؤسسات المالية، وطبيعة الحسابات المصرفية. طبعا المؤسسات المالية اللي هي البنوك طبعا فيها مستندات، مستند الصرف، مستند الإيداع، العقد اللي بيعمله البنك مع العميل وهكذا. فما هي الخصائص المميزة لتلك المستندات؟ أيضا معرفة المحاسبة عن العمليات المصرفية الأساسية. العمليات المصرفية الأساسية حضرات هي الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية والبنوك التجارية أيضا، اللي هي زي الإيداعات، زي الأوراق المالية، بيع وشراء الأوراق المالية، زي العملات الأجنبية، بيع وشراء العملات الأجنبية، زي الاعتمادات المستندية. ماشي؟ يعني مثل هذه العمليات المصرفية، خطابات الضمان وغيره. أيضا معرفة المحاسبة عن صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. طبعا هناك صيغ للاستثمار الإسلامي زي حضرات ما انتم درستوا في بعض المقررات، اللي هي زي المضاربة والمرابحة والمشاركة و الاستثمار ماشي والإجارة وغيره. أيضا من ضمن أهداف المقررة حضرات اللي هو إعداد القوائم المالية للمصارف الإسلامية وفقا للمعايير، طبعا المعايير اللي هي خاصة بالمصارف الإسلامية. طبعا إعداد القوائم المالية اللي هي إعداد قائمة إيرادات ومصروفات، أرباح وخسائر، الميزانية العمومية، قائمة اللي هو قائمة الدخل، وبرضه قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للبنك إن شاء الله رب العالمين. طبعا زمن الساعات المعتمدة لهذا المقرر 3 ساعات. طبعا التخصص محاسبة، ومعكم يشرفنا أن يدرس لكم أخوكم نبيل ياسين أحمد، دكتور نبيل ياسين، وكلية طبعا قسم الإدارة شعبة المحاسبة، تخصص المحاسبة. المقرر لحضرات هو عبارة عن 7 فصول. الفصل الأول هو طبيعة وأهداف المؤسسات المالية الإسلامية. هنتعرض للمؤسسات المالية الإسلامية، وهنتعرض لطبيعتها، وهنتعرض للهدف من المؤسسات المالية الإسلامية.
أيضا في الفصل الثاني عناصر وأهداف النظام المحاسبي في المصارف. طبعا النظام المحاسبي حضرات معروف، النظام المحاسبي في أي مؤسسة له وظائف وله أهداف، ونحن نعرف من المحاسبة واحد أنه وظيفة المحاسبة حضرات هي القياس والتوصيل. عملية القياس هي عملية التي يقوم بها المحاسب من أول ما بيبدأ يسجل قيد اليومية، ثم يرحل إلى دفتر الأستاذ، ثم يرصد حساب الأستاذ أو حساب الأستاذ. طبعا حساب الأستاذ معروف، صفحة لكل عميل أو لكل حساب، لكل عميل تجد صفحة. فعناصر وأهداف النظام المحاسبي في المصارف، زي ما اتفقنا أن النظام المحاسبي وظائف القياس والتوصيل. القياس هو كما ذكرنا آنفا اللي هو عملية تسجيل في اليومية، من اليومية إلى الأستاذ، هو الترحيل ثم الترصيد ثم عمل ميزان المراجعة ثم عمل التسويات الجردية ثم عمل الحسابات الختامية والقوائم المالية. كل ده حضرات يعتبر قياس. التوصيل هو توصيل نتائج النشاط، هو عرض القوائم المالية في أي مشروع حضرات، عرض القوائم المالية على من يهمه الأمر. كل دول اللي اتكلمنا عليهم حضرات هي وظيفة النظام المحاسبي. أما الهدف، هدف النظام المحاسبي هو مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرار المطلوب. أيضا الخصائص المميزة، الفصل الثالث، الخصائص المميزة للمجموعة المستندية. الخصائص المميزة للمجموعة المستندية في المصارف. طبعا احنا عارفين ان المصارف بتتعامل بالمستندات، فما هي الخصائص هذه المستندات؟ طبيعة الحسابات المصرفية ودورتها المحاسبية، اللي هي الدورة المحاسبية حضرات. الدورة المحاسبية بتبدأ من عملية التسجيل ثم الترحيل ثم للأستاذ ثم الترصيد وهكذا. الدورة المحاسبية لكل عملية معينة. العمليات المصرفية الأساسية كما ذكرناها، العمليات المصرفية الأساسية ده الفصل الخامس، وده المقصود به الأعمال المصرفية التي يؤديها البنك الإسلامي والبنك التقليدي، اللي هي زي ما قلنا حضرات خطابات الضمان، زي الودائع، زي اللي هي بيع وشراء الأوراق المالية، بيع وشراء العملات الأجنبية. بعض الحاجات حضرات اللي مشترك فيها المصرف الإسلامي مع باقي المصارف الأخرى. أيضا الفصل السادس، صيغ الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. زي ما اتفقنا حضرات، صيغ الاستثمار الإسلامي زي ما انتم درستم في فقه المعاملات وفي المقررات اللي خاصة بالفقه، اللي هو زي المضاربة والمشاركة والمرابحة والإجارة والاستثمار، وبعض يعني ايه صيغ الاستثمار الإسلامي. أيضا هندرس إن شاء الله كيف يتم إعداد القوائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية. إعداد القوائم المالية اللي هو حساب الإيرادات والمصروفات، اللي هو قائمة الميزانية العمومية، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل كيف تعد، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق الملكية. طبعا إن شاء الله حضرات يبقى الصوت واصلكم كويس وواضح إن شاء الله. في حد دخل الآن وشاف المذكرة وصلت ولا لا؟ جزاكم الله خير. حد دخل شاف المذكرة وصلت ولا لا؟ أرسلتها لكم على منتدى المناقشات. تمام، بارك الله فيكم. تمام، حتى تكون معكم من أول يوم طبعا، لأن في ناس بسم الله ما شاء الله ملتزمات وملتزمين. أما بالنسبة لمراجع المقرر لمن أراد أن يستزيد، إحنا عملنا المذكرة من خلال هذه المراجع. المرجع الأولاني دكتور خالد أمين عبد الله والدكتور حسين سعيد سعفان، دول المؤلفين. الكتاب اسمه العمليات المصرفية الإسلامية، الطرق المحاسبية الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 2008. أيضا دكتور حسين محمود سمحان، دكتور موسى عمر مبارك، الكتاب اسمه في ضوء المعايير الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، ده 1432.
ايضا مرجع ثالث دكتور حسين شحاته، محاسبة الاستثمارات في الاسهم والصكوك والعقارات، اسهم ونظم المحاسبة على نشاط الاستثمارات في المصارف الاسلامية مع حالات تطبيقية، ده جامعة الازهر القاهرة. وايضا وله موقع ممكن ارسله لكم ان شاء الله، اللي عايز يطلع ويستزيد من هذا الموقع في مشكلات البنوك عامة. ايضا في دكتور صفا محمود السيد، المحاسبة في المنشآت المالية، مكتبة الفكر المعاصر، ده طبعا برضو مصر 2015. ايضا دكتور عبد الحليم غربي، سياسات توزيع الارباح في البنوك الاسلامية العاملة بين المساهمين والمستثمرين، ده في الجزائر. ده حضرات عبارة عن مراجعة هذا المقرر. هل نبدأ يا حضرات في طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية؟ طبعا احنا عندنا حضرات المنتدى، احنا أنشأنا المنتدى اللي هو المنتدى إعداد المقرر ومنتدى المناقشات. منتدى المناقشات بحول الله أرسلت لكم المذكرة، لو أي حد عنده أي استفسار على هذا المنتدى يرسله. هنحاول إن شاء الله نخلي كل أسبوع نقوله في سؤال كده نرسله وننتظر الإجابة منه، وكن تعاملنا عن هذا المنتدى بالنسبة لأي مناقشات تخص هذا المقرر بإذن الله. طبعا طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية وموجودة عندكم طبعا في المذكرة. المصارف حضرات تمارس مهنة المصرف وفق فنونها وأساليبها ونظمها الشرعية، لأن هو المصرف الإسلامي هو عبارة عن مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال وفقا لقاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم، وتقوم بتوظيفها في وجوه الاستثمار المختلفة، لكنها تكون في ظل الشريعة الإسلامية وطبقا لمقاصدها. أيضا من ضمن المؤسسات المالية الإسلامية حضرات الشركات المالية والاستثمارية، اللي هي شركات تمارس أعمال استثمارية وفق نظم الشركات الشرعية والتي لا تتبع الأساليب المصرفية، يعني هي شركات لكنها لا تنطبق عليها المصارف. من أمثلتها شركات الاستثمار الإسلامي. أيضا صندوق الاستثمار الإسلامي، وده يلتزم فيه المدير بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه. طبعا احنا هناخد حضرات جزء نظري الأول طبعا، وهذا الجزء النظري يعتبر تسهيل للمقرر، وفيه طبعا جزء نظري عن المصارف الإسلامية، المؤسسات الإسلامية، أهدافها، أنواعها، أشكالها، المبادئ التي تقوم عليها، وده يعتبر جزء من حصيلتكم التي درستوها في مقررات شرعية أخرى، وده هيكون طبعا لها نصيب من الاختبار برضه. أيضا من ضمن المؤسسات المالية الإسلامية شركات التأمين، وإحنا عارفين حضرات شركات التأمين اللي هو على سبيل المثال تأمين عن شركات تأمين السيارات. في حضرات بعض الشركات شركات إسلامية، هي شركات تعاونية إسلامية أو التأمين التعاوني أو التكافلي الإسلامي، وده حضرات بيختلف عن شركات التأمين التقليدية. طبعا شركات التأمين التقليدية اللي هي موجودة إنك أنت بتدفع القسط ماشي السنوي أو كان شهري. طبعا لو تلاحظوا السيارات كلها وأنتم تعرفون جيدا إن الواحد بيدفع القسط سنوي، وإذا تعرض لا قدر الله لحادث يصرف التعويض عن هذا الحادث، وقد يكون التعويض يزيد أو ينقص عن مقدار التلف أو الخسارة. الشركات التأمين التعاوني الإسلامي حضرات يعني هي شبيهة بهذا، لكن فيها جزء إسلامي إن شاء الله هنتعرض لها. يعني شركات التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان، يعني هو مجموعة من الأفراد بيتكاتفوا مع بعض، كل واحد يدفع قسط معين خلال فترة معينة، من يتعرض لحادث من هؤلاء المجموعة المفروض الشركة تعوضه بقدر الخسارة فقط، يعني إعادة الشيء إلى أصله فقط، ده اللي هو المبدأ الإسلامي بتاعها.
وبعد كده في خلال نهاية السنة إذا كان في زيادة يوزع على الناس المشتركين فيها، وإذا كان هناك عجز ممكن تعمل قرض حسن وتعوضه في الفترات القادمة طبعا. بعض النماذج المختارة للمؤسسات المالية والاقتصادية زي البنك الإسلامي للتنمية، وده افتتح رسميا في 15 شوال 1395 وقره الرئيس جدة، وأنشئ مكتبان إقليميان عام 1994 إحداهما في مدينة الرباط والآخر في ماليزيا. أيضا في محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية، محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تعبئة السيولة المتوفرة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمدخرات لدى المستثمرين من توجيهها نحو تشجيع التجارة والتنمية في الدول الأعضاء. يعني دي حضرات محفظة بتاخد الأموال من الأماكن اللي فيها فائض إلى الأماكن التي تحتاج إلى الأموال، بس اللي هي لما مشتركين كأعضاء في هذه المحفظة. أيضا صندوق البنك الإسلامي للتنمية له أساس الاستثمار، وده يسعى إلى تحقيق هدفين لتعبئة الموارد البنك الإسلامي للتنمية وتحقيق عائد مناسب على الاستثمار لحاملي الوحدات الاستثمارية. أيضا المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان السلام. دول حضرات كلهم نماذج من المؤسسات المالية الإسلامية. بيض المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية، صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية، أيضا الهيئة العامة للوقف، ودي حضرات أهدافها أنها تشجع الأوقاف وتنشطها من أجل المساهمة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للدول. أيضا شبكة معلومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. دي كلها حضرات نماذج مختارة. أما إذا نظرنا إلى المصرف الإسلامي فنجد أن المصرف الإسلامي حضرات اللي هو عبارة عن هو مؤسسة تقوم بالوساطة المالية والتي تعمل بدون أو لا تعمل بالفائدة. المصرف الإسلامي حضرات لا يجوز لأي بنك إسلامي أن يعمل بالفائدة أخذا أو عطاء، ولا يجوز أن تقوم البنوك الإسلامية بأي عمل يخالف الشريعة الإسلامية، ويجب أن تمارس البنوك الإسلامية نشاطا أو نشاطها معتمدة على الصيغ الشرعية المعروفة زي المضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستثمار والبيوع الآجلة وبيوع المرابحة وغير ذلك من العقود المستحدثة التي تندرج تحت مظلة الشريعة الإسلامية. هناك بعض القواعد التي تحكم عمل البنوك الإسلامية مثل القواعد الشرعية، أولا قواعد شرعية ثم قواعد عامة أو قواعد مالية. الاستخلاف، أي أن الفرد مستخلف من قبل الله سبحانه وتعالى في الأرض. لا ضرر ولا ضرار، أي يجب مراعاة الحقوق والواجبات وعدم إلحاق الأذى للآخرين أو بأموالهم. الغنم بالغرم، أي لا يضمن الفرد نفسه العائد ويلقي الخسارة على عاتق غيره. الأمور بمقاصدها، أي أن كل قول أو عمل إنما هو بالقصد. فالعقود إذا قصد من إبرامها قصدا مشروعا فكان العقد صحيحا، وإذا كان غير ذلك فالعقد باطل. العادة محكمة، العادة محكمة، وفي حالة وجود خلاف ما بين الأفراد فنلجأ إلى العادة، العادة بين التجار، العادة ما بين في الشرع أو في العرف وهكذا. الخراج بالضمان، أي استحقاق صاحب المال الربح مقابل استخدام أمواله. عدم بعض القواعد المصرفية، دي القواعد الفقه الإسلامية التانية حضرات، يعني القواعد الشرعية وبعدها القواعد المصرفية. القواعد المصرفية حضرات اللي هي عدم التعامل بالفائدة، معروف حضرات أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة إطلاقا، سواء كانت فائدة مباشرة، فائدة غير مباشرة،
فائدة بسيطة، فائدة مركبة، فائدة ضمنية. كل التعامل بالفائدة في البنوك الإسلامية ليس له وجود. تمام؟ الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية، في حال وجود أي خلاف نلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية. في كل أنشطة البنك وأعماله ومهامه الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية. الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة. المشاركة في الربح والخسارة ده مبدأ مهم جدا في البنوك، يختلف عن الحضارات في البنوك التقليدية. البنوك التقليدية ان احنا بنودع مبلغ معين بناخد عائد، لكن في البنوك الاسلامية هتودع مبلغ تحت اي بند؟ هل مضاربة؟ هل مرابحة؟ هل مشاركة؟ ماشي، وفقا لصيغة الاستثمار التي تعاقدت مع البنك عليها بتأخذ الربح وتتحمل الربح او الخسارة. اذا نشأ وجد في نهاية الفترة تحقق ربح تأخذ ربح، إذا لم يتحقق ربح فتتحمل بالخسارة وفقا لمشاركتك. ماشي؟ وده حضرات هذا المبدأ لا يوجد في البنوك التقليدية. البنوك التقليدية بتضع مبلغ معين، أنت بتاخد عائد متفق عليه ومعروف مسبقا. يبقى الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو أساس العلاقة بين العملاء والبنوك الإسلامية، حيث تستقبل البنوك الإسلامية أموال المستثمرين للمضاربة بها بهدف تحقيق الربح الذي يتم توزيعه بعد تحققه فعلياً، يعني بعد ما يتحقق الربح فعلاً، بينها وبين أصحاب حسابات الاستثمار حسب الاتفاق، كما يتحمل الطرفان الخسارة حال عدم وجود تقصير من أحد الطرفين. لما نيجي حضرات نبدأ في المضاربة إن شاء الله وناخد عملي في المضاربة، تجد ان المضاربة ما بين اثنين، واحد صاحب مال وواحد صاحب عمل. صاحب العمل عليه ان يقوم باداء العمل ولا يقصر، وصاحب المال قدم له المال. اذا حدثت خسارة، وكان صاحب العمل لم يقصر في اداء عمله فالخسارة يتحملها صاحب المال. اما اذا كان صاحب العمل او نقول رب العمل، يعني المال اسمه رب المال والعمل رب العمل، او اذا كان رب العمل او القائم بالعمل قصر فيتحمل هذه الخساره. ده حضرات من ضمن الحاجات اللي هي في المضاربه. ايضا المضاربه حضرات لا توزع الا اذا تحقق الربح فعلا وتم تحصيله، انها تطبق الاساس النقد. ايضا حسن اختيار القائمين على اداره الاموال. طبعا حضرات من ضمن القواعد المصرفية في البنوك وقواعد البنوك عامة بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، اللي هو بذل الجهد من إدارة المصرف أو إدارة البنك في اختيار القائمين لهذا العمل، اللي هو الإدارة يعني لإدارة البنك نفسها. المقرر حضرات فيه جزء مصطلحات انجليزي مش كتير، يعني احنا عندنا مثلا ان شاء الله 12 محاضرة، لو خدنا كل يوم مصطلحين بس يعني 24، وبعد كده نقصر منهم شوية او نحذف منهم بعض الشيء، يعني لو وصلوا 20 مصطلح ماشي وخدنا منهم، وفي الاختبار برضه هيجي منهم سؤال او اثنين في المصطلحات، طبعا ده يعتبر برضو شيء كويس، صح ولا؟ المصطلحات بسيطة، على سبيل المثال، حضرات Islamic Financial Institution، يعني ده Islamic Financial Institution، يعني دي عبارة عن موجودة عندكم مع المذكرة، Islamic Financial Institution، عن المؤسسات المالية الإسلامية. هتلاقي كلها مصطلحات قد تكون مرت عليك ومتداولة وطبيعية ومش غريبة يعني. The nature and
كاركترستيك بانكينج اندستري، يعني دي طويله شويه لكن ذا نيتشر يعني الطبيعه، اند كاركترستيك اللي هي الشخصيه او الخاصيه او الخاصيه، بانكينج اندستري، بانكينج هو البنك واندستري يعني صناعه. المصطلح ده هو عباره عن طبيعه الصناعه المصرفيه وخصائصها، او طبيعه المصارف وخصائصها. أنا الآن حضرت في المحاضرة الأولى من المحاضرات الثلاثين اللي هم مسجلين أصلا، وده موجود في الكتاب وموجود في المحاضرات. لو أنتوا حبيتوا تطلعوا على المحاضرات لما تدخل، طبعا أنتوا المستوى الثامن عارفين أن المحاضرات بتكون موجودة في النظام لو حبيتوا تطلعوا عليها. في أي الصفحات بالكتاب؟ في اي صفحات بالكتاب؟ والله انا بشرح من، انا بشرح من، بس انا ممكن اشوف لكم الكتاب برضه. انا معايا الكتاب، ممكن اهو الكتاب اهو. ارد عليكم دكتور، والله احنا هناخد لقاءين كل اسبوع، هناخد لقاءين، هم 12 لقاء. وقفنا ب 13 في المذكرة. ايوه ماشي، احنا حاليا في 13 في المذكرة. خلاص انا كنت هفتح المذكرة، خلاص ما افتح المذكرة، خلاص في المذكرة 4. مش عارف ليه جايين 13، امال مين قال 13 ده؟ ليه؟ لا انا كتاب امامي اهو، ما في مشكله. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، يبدو اللي قال 13 هو الصح. أنا يا شباب أرسلت لكم مذكرة الآن عشان بس يكونوا متفقين. إذا كانت المذكرة القديمة مثل الحديثة ماشي، لكن إحنا هنمشي مع بعض على الحديثة. احتمال يكون فيها اختلاف لكن بسيط، لكن عشان بس ما يبقاش في اختلاف في الصفحات. يبدو إنه يبدو انه كلامكم صح، 13 رام 13 صح، 13 و14 كمان، 13 و14. بس 13 و14 دول محاضرتين، دي المحاضرة الثانية، يعني احنا في 13، في 12 12 اخرها و13 بدايتها، بداية 13 تمام، بداية 13 ونهاية 12 اللي هي لا يجوز لأي بنك أن يعمل بالفائدة أخذ مع وطاء، الالتزام بقواعد الشريعة، الأخذ من المشاركة، حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال وهكذا. فعلا الكلام اللي قال 13 مظبوط، شكرا لكم، جزاكم الله خير. في اللي هو المكان صح 13 في الماضي. لو هناخد بس اسئله خفيفه كده خالص، البنوك الاسلاميه طبعا القديمه تفرق بس بالصفحات والمحتوى نفسه. والله حاضر 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 حاضر. كل اسبوع لقاءين، احنا عندنا من الان باقيين شهرين، فاحنا لو خدنا اسبوع مع لقاء واحد هيبقوا 8 لقاءات كل اسبوع هناخد لقاءين. ايوه كل اسبوع هناخد لقاءين، يعني نخشى انه مثلا محاضره يكون فيها مشكله ما في النظام في حاجه، فانا ارى ان احنا ناخد لقاءين لحد ما نوصل حتى مثلا نصف المقرر، وممكن
بعد كده ناخد اسبوع تاني ولا اسبوعين لقاء واحد وهكذا. بس هنبدأ بلقاءين عشان ناخد شوية في المقرر بس، مفيش مشكلة. ناخد لقاءين نمشي شوية في المقرر، وبعد كده نبقى احنا يعني عشان ما ننزلكش في المقرر ان شاء الله. هم 12 محاضرة هيخلصوا في 6، يبقى معانا اسبوعين زيادة، ممكن ناخد اسبوع او 2 محاضرة واحدة في النص كده، ماشي؟ بس مش اي مشاكل. أسئلة خفيفة اللي هي موجودة عندكم بعد المحاضرة الثانية. البنوك الإسلامية كمؤسسة اقتصادية تتعامل مع مثل غيرها من البنوك التجارية، العبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ البنوك الإسلامية كمؤسسة اقتصادية تتعامل مثل غيرها من البنوك التجارية، العبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ تمام، خطأ. ليه؟ لأنها لا تتعامل مثل غيرها، لأنها لا تتعامل بالفائدة، لأنه حدد التجارية، صح؟ مثل غيرها من البنوك التجارية، حتى لو قال مثل غيرها من البنوك الأخرى برضو، الأخرى تضم التجارية. شكرا فايد أريج، مشكورة. هو فعلا قال مثل غيرها من البنوك التجارية، صح؟ تبقى خطأ، حتى لو قال مثل غيرها من البنوك الأخرى، فكلمة الأخرى تضم التجارية، فعلا صح. أي من الآتي يعتبر ضمن القواعد الفقهية؟ البنوك الإسلامية، الغنم والغرم، لا ضرر ولا ضرار، الاستخلاف، كل ما ذكر. أي من الآتي يعتبر ضمن القواعد الفقهية للبنوك الإسلامية؟ ده فعلا صح. أحد العلامات المميزة لنشاط البنوك الإسلامية أنها تعمل في البلاد الإسلامية فقط، أنها تعمل في أنشطة محددة، أنها لا تتعامل بالفائدة. أيوة صح، كلها من قال كلها اللي هي كل ما ذكر صح، والإجابة الثانية أنها اللي هي رقم ألف ب جيم، رقم جيم، أنها لا تتعامل بفائدة. ده بالنسبة للمحاضرة الأولى. ناخد المحاضرة الثانية برضو ببدايات بسيطة حضرات إن شاء الله هذا اليوم. طبعا هناخد جزء طبعا نظري شوية ومش كتير، لكن يعتبر تسهيلا للمقرر إن شاء الله. بالنسبة حضرات للمصرف أو تعريف المصرف زي ما ورد في المحاضرة الأولى لكن ما كانش في تركيز عليه، مفهوم المصرف حضرات هو منشأة غرضها الرئيسي تجميع المدخرات والقيام بمنح القروض بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى المرتبطة بهذه الأغراض. في تعريف ثاني حضرات للبنك يقول هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار، وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. يعني هو يعتبر وسيط بيشوف من لديهم أموال يريد أن يستثمروها ومن هم في حاجة إلى الأموال ويقوم بالوساطة ما بينهم، يعني عملية التوفيق ما بينهم طبعا، وهو بياخد مقابل لذلك أجر. ده أحد التعريفات. طبعا نقول هذين التعريفين يعتبران تعريف كاملة، حيث أن هناك بنوك لا تقبل ودائع ومع ذلك تعتبر بنوك، وأخرى لا تعطي قروض وتعتبر بنوك، إلا أن هذا التعريف غالبا ما يستخدم للدلالة على معنى كلمة بنك. وتوجد أنواع مختلفة من البنوك، وكذلك هناك وظائف مختلفة للبنك. يعني بيقول له والله دول تعريفين أنت سمعتهم وفي ناس قالتهم، لكن مش هما كاملين. في بنوك ما بتقبلش ودائع، تمام، وتعتبر بنوك. في بنوك لا تعطي قروض ايضا وتعتبر بنوك. هنا يقصد البنوك الاسلامية حضرتك. اما اذا بصينا الى انواع البنوك او انواع المصارف، نجد ان المصارف هي عبارة عن اما مصارف تجارية او مصارف غير تجارية او مصارف اسلامية. البنوك التجارية احنا عارفينها حضرات كلها، والبنوك الإسلامية معروفة. طب ايه البنوك غير التجارية؟ البنوك غير التجارية عبارة عن
ثلاث انواع: بنوك ادخار، بنوك استثمار، بنوك متخصصه. البنوك المتخصصه زي الزراعي والعقاري والصناعي، طبعا الزراعي بيحاول يدعم المزارعين، العقاري بيدعم من يقوم بعمليه الاستثمار في العقار او في البناء او في شراء العقارات سواء كانت ارض او مباني، والبنك الصناعي اللي هو يقوم بعمليه التمويل اللي هي نقول عليها المصانع. اما وظائف البنوك الاساسيه، وظائف البنوك الاساسيه هلاقي حضرات، وظائف البنوك الاساسيه اول وظيفه هي اداره النقديه. اداره النقديه، البنك حضرات هو يعتبر وسيط مالي، فبياخد النقديه من المودعين وبيعطي النقديه للمستثمرين عايزين يستثمروا، تمام؟ فهو اداره النقديه في كل الاحوال، سواء كانت حسابات جاريه، سواء كانت ودائع، سواء كانت استثمارات، سواء كانت مشاركه مرابحه. ده وظائف البنوك، اول حاجه اداره النقديه. احد الوظائف البنوك حضرات وهي بيع وشراء وتحصيل الاوراق التجاريه. بيع وشراء وتحصيل، كلمه الورقه التجاريه تختلف عن الورقه الماليه. طيب الورقه التجاريه هي عباره عن ايه يا شباب؟ الورقه الماليه التجاريه، لو قلنا الاوراق التجاريه مثل ايه؟ الأوراق التجارية كمبيالة، نعم كمبيالة وسند إذني، صح. الشيك، أوراق دفع، أوراق قبض، سند لأمر، مظبوط، تمام. لكن هو الشيك قد يكون ورقة تجارية وقد يكون أداة مالية وقد يكون يعني الشيك له كذا، يعني إحنا خلينا نقول بالنسبة للأوراق التجارية اللي هي الكمبيالة والسند الإذني. بيع وشراء وتحصيل الاوراق التجاريه، هنا حضرات تلاحظ انه البنك ممكن يقوم بعمليه تحصيل الورقه التجاريه نيابه عن العملاء اللي هم فاتحين حسابات في البنوك. يعني انا لو فاتح حساب في البنك ممكن اعطيه الاوراق التجاريه، يعني كل الكمبيالات اللي عندي اللي تعتبر اوراق قبض لي، واقول له والله انت قم بعمليه التحصيل نيابه عني. يقوم بعملية التحصيل ويأخذ عمولة التحصيل. أيضا بيع وشراء الأوراق التجارية، كلمة بيع وشراء المقصود بها حضرات اللي هو خصم الورقة التجارية، خصم أو حسم أو قطع، ودي هناخدها أيضا. كلمة خصم أو حسم أو قطع أو بيع أو شراء كلهم معناهم أن البنك يأخذ الورقة بأقل من قيمتها، ماشي؟ يعني الورقة ب 100 ريال وتستحق مثلا بعد شهر، يعطيني 95 ويروح هو يحصلها بعد شهر 100، تمام؟ فهو دي اسمها قطع، يعني يشتريها بأقل من قيمتها ويحصلها بقيمتها، دي اسمها قطع أو خصم أو حسم الورقة التجارية. البنوك الإسلامية لا توافق على هذه الوظيفة إلا إذا كان اتفاق وفقا لأحد صيغ الاستثمار. يعني ممكن توافق إنك تعطي المبلغ لصاحب الورقة التجارية بس تعتبر هذا المبلغ عبارة عن مضاربة أو مشاركة، تمام، معاه، يعني ما ينفعش لأنها يعتبر فيها جزء غير يعني على أساس إن هو فيها جزء فائدة، فطبعا تنطبق عليها الفايده، عشان كده البنك الاسلامي لا يقوم بها. ايضا ضمن وظائف البنوك حضرات اداره عمليات الاكتتاب في الاسهم والسندات. تلاحظوا ان اي شركه حضرات بتتكون جديد لاول مره وعامله نشره اكتتاب وعامله اعلان بتقول والله احنا عندنا الاسهم والسندات، الاسهم المطلوب الاكتتاب فيها موجوده في بنك كذا، فبيكتب لي اسم البنك وعلى اساس انه الناس تشتري على الاسهم، على اساس انه كل من يريد ان يشتري سهم يروح يشتري سهم عن طريق مين؟ عن طريق البنك.
عن طريق البنك. فهنا اسمها إدارة عمليات الاكتتاب في الأسهم، وأيضا إدارة الاكتتاب في السندات، طبعا معروفة عبارات الأسهم والسندات. طبعا عندكم مقرر اسمه الأسواق المالية، وتعرفوا كويس جدا الفرق ما بين السهم والسند. السهم هو جزء من رأس المال، أما السند فهو جزء من قرض. بعض الشركات الحضرات أيضا بتصدر قرض سندات، وهذا القرض بيكون مقسم إلى سندات أيضا الاكتتاب بيتم عن طريق البنك، ويقوم بهذا البنك. فدي أحد الوظائف التي يقوم بها المصرف. أيضا تجميع الودائع، البنك الحضرات بيقوم بتجميع الودائع من المودعين، سواء كانت ودائع لأجل، سواء كانت ودائع تحت الطلب، سواء كانت ودائع استثمارية، وهكذا وفقا للنوع. فالبنك بيقبل الودائع أو يقوم بتجميع الودائع. أيضا ضمن الحاجات الحضرات اللي يقوم بها البنك والوظائف التي يؤديها البنك في المجتمع اللي هي التحويلات المالية. وتشوف حضرات بعض البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية فاتحة أفرع مخصصة للتحويلات، صح؟ فهذا التحويلات المالية. وهنا المقصود بالتحويلات المالية حضرات التحويلات المالية الداخلية والتحويلات المالية الخارجية، سواء كان تحويل من البنك إلى بنك داخل المملكة العربية السعودية أو تحويل من المملكة إلى الخارج. أيضا ممكن البنك حضرات يستقبل تحويلات واردة من الخارج أو يقوم بعملية التحويل إلى الخارج. ده حضرات بالنسبة لبعض وظائف البنوك. أيضا الاعتمادات المستندية، لو الناس حضرات اللي هم بيشتروا بضاعة من الخارج أو عملية التصدير إلى الخارج، اللي بيشتري بضاعة خارج كيف يدفع؟ بيدفع عن طريق البنك، بيفتح حاجة اسمها اعتماد مستندي. أيضا البنك يقوم بإدارة الاستثمارات المؤقتة اللي هي قصيرة الأجل، هي محافظة استثمارية قصيرة الأجل حضرات، ممكن يقوم بإدارتها البنك. أيضا البنك حضرات من ضمن وظائفه إصدار خطابات الضمان، طبعا معروف خطاب الضمان، إن شاء الله هناخده. خطاب الضمان عبارة عن تعهد من البنك إن هو يضمن مقاول مثلا بيؤدي عمل للجامعة أو بيؤدي عمل لوحدة حكومية، فإذا أخل بالالتزام يكون هناك ضمان، فالمصلحة الحكومية بتطلب منه خطاب ضمان، والجهة التي تصدر خطاب الضمان هي البنك. أيضا البنك يقوم بوظيفة إصدار خطابات الضمان. الوظيفة الثانية حضرات الإقراض، وهنا الإقراض حضرات البنوك الاستثمارية تقوم بالإقراض إلا إذا كان مشاركة أو مرابحة أو مضاربة أو وفقا للشريعة الإسلامية. أيضا البنك يقوم بعملية الوساطة المالية في الوسيط المالي حضرات في الأوراق المالية، شراء وبيع الأوراق المالية البنك بيقوم بها، سواء كان بيشتري البنك لنفسه أو بيشتري العملاء أو يبيع أوراق بيمتلكها البنك أو بيبيع أوراق يمتلكها العملاء. هذه مقدمة عن نظام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أرجو أن تكونوا قد استفدتوا في هذه المحاضرة كبداية، وأسمع لو عندكم أي استفسار حضرات، أي استفسار يا شباب. تقريبا نفس البنوك التجارية في الخدمات، نعم، مع استبعاد أي نشاط فيه فائدة، ماشي، لأنه لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء أو فائدة صريحة أو ضمنية أو كده. نعم تقريبا نفس البنوك التجارية في الخدمات، نعم مع استبعاد من هو فيه فائدة. طيب ماشي، أي استفسار يا شباب؟ البنك الإسلامية كيف يطلع فائدته؟ طيب هو السؤال ممكن أنا بس أعدل السؤال، نقوله البنك الإسلامي كيف يحقق عائد بدل ما نقوله فائدة، كيف يحقق عائد البنك الإسلامي إذا
اعطى مضاربه فبياخد عائد، عمل مشاركه بياخد عائد، عمل استثمار بياخد عائد، اصدر خطاب ضمان بياخد عائد. ايوه حضرات، ربما يكون عندكم محاضره، ماشي تفضلوا، مشكورين ونكمل ان شاء الله المحاضره القادمه. شكرا، تفضلوا، مشكورين، نلتقي معكم طلاب المستوى الثامن في المحاسبه، نلتقي معكم ان شاء الله في مقرر مؤسسات الماليه الاسلاميه الاربعاء الربوع حضرات، تقريبا 8:15 المحاضره. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، تفضلوا، مشكورين، في حفظ الله.